مجددا تطفو أزمة إقليم كشمير على وجه العلاقات بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، وذلك بعد إلغاء الأولى لوضع الحكم الذاتي للإقليم، وهي الخطوة التي رفضتها إسلام أباد معلنة لجوءها إلى مجلس الأمن الدولي. المزيد في هذا التقرير. توترات متسارعة بين الهند وباكستان من أجل السيطرة على كشمير. قرار الهند بشأن إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير ومنح الحكومة المركزية حق سن التشريعات الخاصة بالإقليم أثار حفيظة باكستان التي أدانت هذا القرار، حيث اعتبرت باكستان أن إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي الدستوري لولاية كشمير خطوة غير شرعية، مؤكدا أن المنطقة معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها. وفي هذا الإطار أرسل وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي خطابا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي يطالب فيه بمناقشة الإجراءات الهندية الأخيرة بخصوص إقليم كشمير، محذرا من أن إسلام أباد لن تظل صامتة إزاء استمرار ما وصفته بأعمال العدوان من جانب يدلهي. قيادة الجيش الباكستاني أكدت وقوفها بحزم إلى جانب الحكومة وسكان إقليم كشمير. فبعد اجتماع القيادة العسكرية في إسلام أباد جددت المؤسسة العسكرية الباكستانية عدم اعترافها بالخطوة الهندية في إقليم كشمير، وبعد أن فرضت السلطات الهندية قيودا وفرضت حظرا على التجمعات العامة وقطعت الاتصالات في إقليم جامو كشمير، باشرت الحكومة الهندية رفعا تدريجيا للقيود المفروضة على إقليم كشمير، وذلك بعد تقييم أجرته السلطات المختصة واعتبرت أن الإقليم بات أكثر هدوءا مما سبق. المتحدث باسم وزارة الداخلية الهندية أكد أن خدمات الرعاية الطبية مؤمنة دون أي مشكلة وأن المستشفيات تزود بالأدوية، مضيفا أن الطريق الرئيسي في المنطقة ما زال سالكا بشكل طبيعي.